انا ما اقدر اخذ واحد منهم بعدين يقول انا الشيف وانا انت اللي خربت هاي الطبخ ومن الكرام. هذا وش هو؟ هلا ابو علي يسلمك الله. ابو علي متعرفين حبيبي تعرف وين اختفى ابو علي؟ والله ابو علي موجود الحمد لله رب العالمين فضل الله سبحانه وتعالى متواجدين. ابو علي موجود سناب متواجد الحمد لله. ان شاء الله نكون انطلاقه في مذاق غير باذن الله. في بالك تتغير اشياء جدا كثير مو بسيطه باذن الله حتغير حاجات كثيره باذن الله بما يفيد المشاهد والشباب باذن الله باذن الله استفيد منها المشاهد والمتسابقين باذن الله باذن الله. زين ابو علي حاليا كنظره شفتها عن الشباب لمسات طيبه لحد الان شايف لمسات حلوه والله بس يعني تعتقد بياخذون الوصفه؟ والله احتمال ضعيف ما ياخذونها؟ ما لا ليش انا اقول يمكن ياخذونها؟ لا ممكن ما ياخذونها اللي بياخذ الوصفه؟ ايه لا ما اللي بياخذ وصفه في حاجات هذه ياخذ وصفه في حاجات اقوى واكبر واصعب يحاول يحتفظ بالرصيد اللي هو عنده ومن صالحه يعني انه ينقص من التقييم ينقص عنده حاجه ياخذ بدل اخذ 200 210 250 ياخذها ولا اني اضيع اخذ 100 خطوه وضعت عليه عشان اخذ وصفه. حلو حلو. زين ابو علي يمكن كثير من الجمهور يسال يقول شلون انا اصير شيف نفس ابو علي شيف هني والطريج اسمي روحي ولا لا. ولا مع زمن تعليم تكرار انت قلتها الحياه تعلم. حلو. المدرسه ما هي المدرسه اللي احنا نلقي فيها المحاضرات والتعليم والكتابه والقلم. المدرسه هي الحياه واللي ما يتعلم من الحياه ما يتعلم بس ما يتعلم اي شيء ولا درس اي شيء. الحياه هي اساس المدرسه. انا اطلع مع ناس عمالقه يطبخون طبخات يقولوا محاضرات انا القي سمعي واعطي فكري في الكلام اللي يقوله الطبخات يسويها انا الاحظها ايش يحط عليها. انا احمد سعود يسوي مثلا مفطح مفطح احمد سعود ضاف عليه حاجات انا ما اخذ الاضافات حق احمد سعود اشوف اضافاته شنو انا اركب له اضافه من مخي انا غير احمد سعود. حلو حلو فهمت. ف مو كل من قال انا عندي شهاده شيف هو شيف. خذ كلام من ابو علي الله في ناس مبدعين ولا عنده شهاده ولا عنده شيء ويسوي لك طبخات من جميع الدول. امهاتنا لو تاخذ على اقل مثال امهاتنا عسى ربي يحفظهم يعتبرون اكبر مثال. يا سلام. اي والله مو كل واحد ركب لها زره وجاء قال انا شيف ربو الله عطني ما عطني ما عطني. ممكن يجي عند ناس قال احنا ما ناكل ايش الاكلات هذه بس الشيف بصفه عامه اللي يسمى طاهي عام يسمى طاهي عام يسمى الطاهي. الطاهي ذا كلمة كبيرة. حبيبي ابو علي. وعد ابو امسي على ابو سعود احمد حبيبنا. الله يعطيك الصحة. الله يمسي بالخير ويسعده ويوفقه ان شاء الله ويذكر ذكر الخير. تحياتي لك ولاهل البحرين. يا بعد قلبي. الله يسعدك. ايش رايك ناخذ واحد من الشباب نجيبه هني؟ خلهم شوي وناخذ من هنا واحد من هنا واحد. ويا بعض نحطهم؟ نعم. لأن في بعض الرسائل شوي من الأهل من الأصدقاء عرفت. طيب ما في شيء أبسط حق من حقوقه منهم بس تعرف بعدهم هم 40 دقيقة تأخذ من وقتهم 20 دقيقة على الأقل يمكن نحضر شيء ولا أنهى شيء صعب أنك تسحبه الحين 10 دقائق يقول أنت أخرتني هذا فعطى فرصة شوي شوف بدأوا يحتارون مع بعض ممكن يجي هنا بس باله عند الطبخة عند الطبخة صاد. زين شوف أبو علي يقول لك تغيرت مرة دكتور أسعد العدني يقول شوف أبو علي تغير مرة شنو التغيير هذا؟ التغيير هذا طبعا انا كان وزني زايد وزني كان زايد اي نعم وجاني اللي هو الضغط اللي هو ترى الضغط يجي الانسان بالوزن الزايد السمنه الزايده المفرطه السمنه الزايده على ما كانت عندي مفرطه بس يعني بدات تصير عندي تعبت ابو علي جدا جدا تعبت سويت الرجيم سويت رياضه سويت 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 انا خليت اخر حد عندي اللي هو ايش اللي هو التكميل خليت اخر المطاف قبل 5 سنوات او 7 سنوات فانا اروح لا اوصل لا ارجع لا بعدين لا خليت اخر المطاف الين ما صار عندي اي حد يعني اسوي رجيم 15 او 20 يوم اتعب مو يعني اتعب يعني احيانا كذا تجيك النفس قافله مو قافله شفت شيء قدامك حق 15 يوم ترجع في 3 ايام كم نزلت 15 كيلو
تلجأ. طلعت 20 20 كيلو لا إله إلا الله. فخليت اللي هو التكميم آخر المطاف وآخر الحلول، ولا أحد يستعجل فيه، ما أحد يستعجل التكميم. يبدأ في بعضهم يقول أنا وزني 120-125 وبسوي تكميم، لا ممكن وزنك يكون 15 كيلو زايد أو 20 كيلو زايد، تقدر أنك تقدر تخلص منه بنفسك. غير وزنه 60-70-80 كيلو زايد، هذا وضع صعب خلاص. لابد اسمعني نقول بالهمة بالاستمرارية تقدر توصل. والله شوف أنا أقول لك نوادر هي تعتبر جدا إيه؟ نوادر الوزن زائد نوادر. أنت عارف لما تسوي تكميم تسوي رجيم ومن 150 وتنزل إلى 100 وترجع، هذه حترجع تنهي مثل ما قال طن 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 أطنان حترجع. لا إله إلا الله. بس أنت عارف خلي آخر الحلول. وبرضه العملية يبغى لها إيش؟ إنك تكون موازن أكلك، الدهون، المشروب الغازي تبعد عنه، الحلى. يعني الحلى هذا ممكن، الحلى أكبر مصيبة عند التكميم. الحلى ممكن يرجعك في شيء ما تتوقع. الحلى تجي نفسك في بسبوسة تطب فيها قطعة قطعتين ثلاث أربع خمس، رجعت كما كنت، ترجع كما كنت. يعني بعد التكميم عالي إن الشخص يرجع لسواقه. إيه أربع سنوات خمس سنوات ترجع تأكل. يعني كل بعد ستة شهور سبع شهور أنت كنت تأكل أربع لقمة خمس لقمة، توصل إلى 10، توصل إلى 12، إلى 15، تبدأ تتوسع المعدة وأنت مبسوط، تحسب لك وأنت ما تحاسب نفسك، فجأة ترجع زي ما كنت. لا إله إلا الله. وعلي أنا واضح إن هني في شيء غلط صاير. إيش في؟ أبخيت حاط يده على راسه، واضح إن الوضع. لا واضح إن الطبخ الهوية جمعت الأكلات الشعبية كلها في طبق واحد. طيب ماشي، خذ راحتكم يا شباب، خذ راحتكم يا شباب، خذ راحتكم، خذ راحتكم يا شباب. زين بعلي ما اسمع عبد المجيد شنو؟ وعلي يذوق شيء ثاني ويمكن انا اخاف منه والله. ايش في؟ تخاف على ابو علي ولا تخاف من ابو علي؟ في فرق. ايه ها؟ اغطي عليه خلاص بالطبع. عشان المعد صالح يعرف ايش الوضع من الحين، يرتب لنا امورنا الصحيه. هو لازم يجهزوا السياره، يجهزوا. هو بيني وبينك انا كل يوم ارجع والله ضحكت لك عليك وقاعد تدعي اسوي وكله كل فصول. وعلي وعلي يا عبد المجيد والله كم اعطوك بطل ماي هنا؟ وعلي نار. أه؟ نار. شفت هذا القطعه الصغيره اللي يحطونها في التحديات؟ والله انا طلعت من هنا كذي مولع مولع نار. ركبت السياره نار. اذا تحمس وصلت الفندق مطبوخ جاهز، حاط الخبز بس. ايوه بس اكل. الله يعطيك الصحه والعافيه ابو علي. الله يعافيك حبيبي عبد المجيد. هاشتاج كاريزما 16 يا ولد اترك قلبي. ابو علي مستمر بالمطبخ يسالونك؟ سم ابو علي مستمر بالمطبخ فقره مذاق باذن الله. باذن الله. حمد ترى المتسابقين احق بالاسئله، شو الرد عليهم؟ ابسط حق من حقوقهم. ايه بس بعد شوي لين ما ينتهون مثل ما قال نص الطبخه عشان اقدر اجيب المتسابق واخذ راحتي. جدا معه. واسالهم وخلي كل إيه؟ واحد يلقي اللي عنده. كل شيء اختفى من ابو علي وتغير الا منكم واليكم، ثابته ما يغيرها الزمان. كيف منكم اليكم؟ انت دائما تقول منكم واليكم. منكم اليكم ما يتغير. يعني هل تغير الجسم وتغير الفكر؟ لا مستحيل. هل تغير الصوت؟ هل تغير الاسم؟ نفس الاسم ابو علي. ولا زلنا اقول انا مين؟ ابو علي. ايش المثال وايش الشعار؟ جبل ما يهزك ريح. الله الله يا ابو علي. خلنا نروح عند الشباب المجيد.